كيلومترات على ناموسي. هذا الشوط انطلق الشوط الانطلاق بسلاسة بتحدي جميل في ميدان المرموم كالعادة. نعود إلى المراكز الأولى في هذا المسار، يتصدر ويتقدم هنا مشاهدي الأعزاء علي مبارك بن سعيد بن سيف بن سعيد الاكتبي، يتقدم على هذا الانطلاق وهذا الاندفاع، بينما لطام يتقدم المجموعة لمحمد بن زايد بوحميد المزروعي يتقدم على المركز الأول، بينما المركز الثاني هناك التواجد وهناك التقدم مشاهدي الأعزاء. في هذه اللحظات تدخل شاهين ركان بن محمد بن سعيد العمري، يتدخل في هذه اللحظات ويغير إلى المراكز الأولى، بينما المركز الثاني من الجانب هناك المركز الثاني مشاهدي الأعزاء وصل الذي ينطلق في هذه اللحظات راعي ياتي في المركز الثاني، عبيد بن عبد الله بن عيد المنصوري يتقدم على المركز الثاني، المركز الثالث شاهين مطر بن مهير بن محمد بالصوب الاكتبي على المركز الثالث، اما المركز الرابع رياض لخليفه بن علي بن بخيت المسافري يتقدم، بينما المركز الخامس ياتي في هرمز تعود ملكيه سعيد بن محمد بن كراز المهيري، المركز السادس وصل في هذه اللحظات وتقدم هداف محمد بن مسفر بالقوبع المنصوري، بينما وصل في المركز الثامن ثامن المراكز عالي المبارك بن سعيد بن سيف بن سعيد الاكتبي، والمركز التاسع مجد مشاهدين الأعزاء مجد أحمد بن سعيد بن بروك الحميري، والعاشر اللي وصل الذيب لحمد بن عامر بن حمد بن عصان المنصوري. هكذا العشر المراكز الأولى. أعود مباشرة مرة ثانية إلى المراكز الأولى في مسار هذا الشوط وسرعته وتحدياته والتجمع الكبير على المراكز الأولى. هذا يتقدم شاهين راكان بن محمد بن سعيد العمري من أحد شباب السلطنة المشارك دائما في ميدان المرموم. المركز الثاني هداف محمد بن مسفر بالقوبع المنصوري يتقدم على المركز الثاني، بينما المركز الثالث هناك يتواجد في ثالث المراكز ويتقدم شاهين مطر بن مهير بالصوب الاكتبي. المركز الرابع غدوم من راهي عبيد بن عبد الله بن عيد المنصوري يتقدم في هذه اللحظات، وصول من قبل شاهين غدير بن محمد بن هندي المهيري يتقدم في هذه اللحظات. يا سلام الموقف حساس، والأربعمائة متر الأخيرة وجولة الأوامر أغدير بن محمد بن هندي المهيري يسيطر على مقدمة الشوط يقود المشاركين، ولكن شوف القدوم وشوف التحدي من قبل شاهين محمد بن مسفر بالقوبع، ولكن السيطرة لا زال اللي مسيطر هداف محمد بن مسفر بالقوبع المنصوري يسيطر على مقدمة الشوط، ولكن هنا مطر بن مهير بالصوب يقدم شاهين على المركز الثاني، ولكن خلاص انتزع هداف ناموسي هذا الشوط. هنينا محمد بن مسفر بالقوبع المنصوري والمركز الثاني، وصل فيه مشاهدي الأعزاء شاهين لمطر بن مهير بن محمد بالصوب الاكتبي، بينما المركز الثالث من وصل في هذه اللحظات شاهين لغدير بن محمد بن هندي المهيري، والمركز الرابع تقدم فيه مشعل محمد بن سالم بن راشد المزروعي، والمركز الخامس وصل فيه راهي العبيد بن عبد الله بن عيد المنصوري. هكذا مشاهدي الأعزاء نعود إلى التوقيت الزمني، وهذه لحظات وصول مشاهدي الأعزاء اللي هو هداف محمد بن مسفر بالقوبع المنصوري. تهانينا، 4 دقائق 34 ثانية وثلاثة أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس، بينما وصل في المركز الثاني شاهين مطر بن مهير بن محمد بالصوب الاكتبي، قطع المسافة في 4 دقائق 34 ثانية و9 أجزاء من الثانية، بينما المركز الثالث من وصل في المركز الثالث اللي هو شاهين غدير بن محمد بن هندي المهيري قطع المسافة في 4 دقائق و35 ثانية و5 أجزاء من الثانية. تهانينا وناموس لك الفائزين بالمراكز الأولى.